السلام عليكم طلاب الصف الأول المتوسط. موضوع الحجم والمساحة بعد التمدد أو التكبير والتصغير. الحجم بعد التمدد راح نرمز ده في فتحة، راح يكون يساوي الحجم الأصلي في نضربه في كي في كي في كي. الكي هنا هو معامل التمدد. معامل التمدد ممكن يكون عدد أكبر من واحد وهنا يصير تكبير، أو عدد أصغر من واحد ويكون تصغير. المساحة الجانبية بعد التمدد راح تكون المساحة الجانبية الأي الأصلية، نضربها في معامل التمدد مرتين في كي في كي. والمساحة الكلية أو المساحة السطحية بعد التمدد راح تكون المساحة السطحية أو الكلية الأصلية، نضربها في معامل التمدد اللي هو كي مرتين. بالمساحة نضرب بالمعامل مرتين معامل التمدد، وبالحجم نضرب 3 مرات. هسه ناخذ مثال على هذا الشيء. هنا عندنا مثال مكعب طول طلعه 10 سنتيمتر، للحجمه ومساحته الجانبية والسطحية بعد تمدد معامله 2. أول شيء راح نطلع الحجم الأصلي اللي هو طول الضلع في طول الضلع في طول الضلع، راح يكون عندنا 10 × 10 × 10 ألف سنتيمتر مكعب. هسه الحجم بعد التمدد راح يكون في فتحة، الحجم الأصلي مضروب في كي في كي في كي، أو نكتب كي تكعيب. الحجم الأصلي اللي هو ألف معامل التمدد كي اللي هو 2 × 2 × 2 × 2 هنا 2 × 2 = 4 × 2 = 8 × 1000 هيكون عندي 8000 سنتيمتر مكعب. هذا الحجم بعد التمدد. مطلوب مني مساحة جانبية بعد التمدد، أطلع المساحة الجانبية الأصلية اللي هي 4 × 10 × 10 × 10 × 10 × 100 × 4 = 400 سنتيمتر مربع. هسه المساحة الجانبية بعد التمدد ال اي فتح، راح تكون المساحة الجانبية الأصلية مضروبة في كي في كي مرتين. وهنا عندي 400 مضروبة معامل التمدد اللي هو كي في 2 × 2 × 2 × 2 = 4 × 4 = 16 والصفرين تنزل سنتيمتر مربع. هاي المساحة الجانبية بعد التمدد. المساحة السطحية تي اي الأصلية راح تكون مساحة 6 × r × r ويساوي 6 × 10 × 10 100 × 6 هاي 600 سنتيمتر مربع. المساحة الكلية، المساحة الكلية بعد التمدد تي اي خلى عليها فتحة، وتصير المساحة الكلية الأصلية مضروبة في كي في كي. المساحة الأصلية اللي هي 600 في معامل التمدد في 2 × 2 × 2 × 4 × 6 صار عندي 24 والصفرين تنزل هاي سنتيمتر مربع. المساحة الكلية بعد التمدد. وهنا مثال آخر، قطعة حديد على شكل متوازي سطوح مستطيلة قاعدتها مربعة، طول ضلع القاعدة 10 سنتيمتر وارتفاعها 120 سنتيمتر. إذا صغرت بمعامل 1/10 جد حجمها بعد التصغير. إحنا راح نطلع الحجم الأصلي، راح يكون مساحة القاعدة بالارتفاع أو R في الدبليو في الاتش. هنا طبعا الـ والـ W متساويات لأن قاعدتها مربعة،
راح يكون 10 في 10 في الارتفاع اللي هو 120. هنا 10 في 10 100، فتنزل 120 وياها صفرين مال 100. نقول هذا سنتيمتر مكعب، هاي حجمها الأصلي. هسه الحجم بعده التمدد أو التصغير معامل 1/10، راح يكون الحجم الأصلي مضروب في كي في كي في كي، يعني حجم نضرب 3 مرات، وإذا مساحة نضرب مرتين. الحجم عندي 12000، أنا طلعته في معامل التمدد اللي هو 1/10 في 1/10 في 1/10. أنا مقام 1 راح أضرب، هنا عندي 1000 وهنا عندي 12000، تنزل تنضرب بالواحد في 1 في 1 12000، تختصر الصفارة، وهنا راح يكون عندي 12 سنتيمتر مكعب هو الحجم بعد التصغير.